ميل اكثر للتنشيط السمعي البصري ولا الاذاعي؟ لانه كي نسمعوا الميكروفون يروح تفكيرنا للاذاعه مباشره. بقوسين سيدتي، حنايا ما يخفاش عليك قطاع الشباب والرياضه على مستوى الولايه الهدف الاسمى تاعو هو التنشيط الجواري الجماهيري. حنا كيفاش انطلقت الفكره تاع تاسيس المسابقه الوطنيه؟ بما انه القطاع كان في فترة ما يفتقر إلى منشطين، كانت الفكرة من هنا. بما أنه الهدف الأسمى تاعنا هو تنشيط الجوار والتنشيط الجماهيري، عندنا التظاهرات، يعني يختلف الشيء عن التنشيط الإذاعي والتلفزيوني. المغزى تاعنا كنا حابين نديروا أكاديمية تنشيط وين القطاع الحق حاليا ينشط كبريات تظاهرات لمختلف القطاعات كالثقافة، بقاعة المؤتمرات إنو سوريسيد باش حنا نبعثوا لهم منشطين. هذا هو الهدف الأسمى تاعنا، بيسك حنا عندنا التنشيط الجماهيري اللي يختلف عن التلفزيوني والاذاعي. اوكي. كما قلت تهتموا اكثر بالتنشيط الجماهيري، لكن حبيت نشوف اهتمام اكثر يانيس ميولو شي شرعي. انا حقيقه نشكر، اول حبيت نشكر في الاخير لكن ما نقدرش نخليها للاخير، مديريه الشباب والرياضه اللي خلاتنا نبدعوا صراحه واكتشفت مواهب ضائعة صراحة في ولاية البليدة، كاين مواهب ما شاء الله، سواء من ناحية الإذاعة ولا من ناحية التنشيط أو غير من ذلك. فأنا نحب إذا تحدثنا عن الإذاعة نحب الإذاعة، نقدر نكون مذيع، إذا تحدثنا عن التنشيط نحب التنشيط. يعني حطوا فين تحطوا يكون. لا الابتسام في اللي ما تفرقوش هو التلفزيوني. ربما الشكر موصول للسيد مدير الشباب والرياضة. نعم، هو أصالة عن نفسي باسمي الخاص السيد سعد زغاري مدير الشباب والرياضة يشكر. ما تلاقيتيش أنت إيمان؟ لا. إنسان بسيط، إنسان متواضع، مشجع جدا، مشجع كبيرة من هذا المنبر. إنسان كما يقول لك قائد بمعنى الكلمة، إلي سبل في التعامل تاعو، يشجع المبادرات، يفتح باب المديرية بكل صدر رحب، وهو دائما يدفعنا قدما نحو العطاء أكثر. الحمد لله. إذا فيما يخص كما يقول لك قيمة المسابقة، ما يخفاش عليكم باللي مدير الشباب والرياضة ولا أصلا السيد المدير يلح دائما أنه قيمة المسابقة من قيمة لجنة التحكيم. إذا اختارت مدير الشباب والرياضة قامات في تلفزيون التلفزيون الجزائري والاذاعي للاشراف على تحكيم مثل هذه المسابقه الوطنيه. المسؤوليه كانت كبيره وكانت جد صعبه على لجنه التحكيم. المستوى هذا العام كان جد عالي خصوصا في فئه الاطفال. الحقنا وين مدينا جائزه مدير الشباب والرياضه الى برعمه من اقصى الجنوب. اصرت، كان الشغف تاعها كبير كي سمعت بالمسابقه، أبت صديقة قطعت كيلومترات كبيرة، أبت إلا أن تشاركنا هذه المسابقة شغفها وحبها. إذا ارتأينا نمدوا لها جائزة مدير شباب الرياضة على الشغف تاعها، وبين قوسين ثاني حافظت حتى على الأصالة تاعها. لما طلعت فوق الرقعة كانت بالزي التقليدي تاع المنطقة وقالت ما يهمنيش المسافات وما يهمنيش التعب اللي تعبته، المهم حققت الشغف تاعي ووصلت للمسابقة هذه. إذا كانت بمثابة فرصة، باب فتحنا، بصيص أمل، عطينا بصيص أمل لهذا الأطفال، لهذا الشباب اللي لربما كانوا غايبين على الساحة، ما كانوش عارفين وين الموهبة تاعهم توجه. الجزائر كلها كانت حاضرة في الحدث بحضور كل الولايات الممثلة، لكن شهد غياب للأسف سيد وزير الشبيبة والرياضة. كان بعث ممثلين عنه نظرا لالتزامات، ما حضرش، ما كانش حاضر. كان بعث لنا ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة، سيد محمد سرقاك وزير الرياضة، لكن كانت بحضور السيد معبد اللي فتح لنا قاعة المؤتمرات الولاية وين احتضن سفراء الولايات. والحق الحفل الختامي كان بمثابة قفزة نوعية هذا العام، لا في اختيار المواضيع اللي مررناها على الشاشة العملاقة، لا كما يقول لك في سير المسابقة وين جاز الفنان اللي دار الإشارة على المباشر، دار لنا الشارع على المباشر. صديق من طبعة إلى طبعة رانا نختاروا التقنيات اللي تليق بتطور المسابقة مسابقه عاما عن عام. وأنيس راح يزيد يشارك في مسابقات اخرى ولا خلاص راح يحبس هنا؟ بالنسبه لمسابقه الميكروفون الذهبي انا لقب طبعا الحمد لله، لكن في باقي المسابقات ان شاء الله ولما لا ان شاء الله. شكرا لك أنيس، راني في بدايه المشوار ان شاء الله، وراني نشط على مواقع التواصل الاجتماعي ايضا. نعم. وين يستعرض بعض التجارب الاجتماعيه. نعم. صح موقع تيك توك. نعم.
شكرا لك يا نيس، شكرا سيدتي، يعطيكم الصحة على الحضور. شكرا جزيلا لكم. أصالة عن نفسي باسم مدير شباب الرياضة، نشكركم على المرافقة الدائمة لكبريات التظاهرات اللي تنظمها القطاع على مستوى الولاية، لا سيما قناة شبابية، قناة شروق. شكرا لكم على الدعم المتواصل، دمتم متألقين. شكرا لك. دمتم ذخرا وفخرا للقطاع على مستوى الولاية. شكرا.